البعض بيقول ان الاهلي تراجع في في الشوط الثاني وما قدمش نفس الاداء بتاع الشوط الاول على الرغم من ان بقى فيه مساحات يعني في اثنين من لعيب الهلال مطرودين فبقى فيه مساحات انك تجري وانك تعمل خطوره فايه سبب التراجع ده شوف هو انت اطمئنانك للمباراه وخصوصا ان انت حسمتها من البدايه مبكرا اهداف مبكره وخلصت تقدم مبكر واتنين طرد كمان في فريق السعودي حسيت ان انت خلاص بقيت ليدنج في المباراه وبقيت ان انت حققت كل اهدافك في المباراه فده ممكن برضو. يكون اه طبعا يعني طبعا بس هو 4-0 مع الهلال السعودي الهلال السعودي مش فريق صغير يا جماعه الهلال السعودي بطل اسيا وفريق قوي جدا والسكواد بتاعه سكواد عالي النادي الاهلي راجع بانتصار شايفه انتصار عظيم جدا للكره المصريه والكره الافريقيه بشكل عام وزي ما قلت لك ده اللي خلى الاتحاد الافريقي كمان بيتكلم على ان هو فخر القاره الافريقيه ثلاث برونزيات 2006 ومرتين على التوالي البطوله اللي فاتت والبطوله دي انجاز كبير جدا جدا يحسب للنادي الاهلي وبيؤكد فيها فعلا ان هو قادر على تمثيل مصر في المحافل الدوليه بشكل اكثر من رائع طيب جمهور الاهلي بقى زعلان من حسين الشحات عشان بيضيع الفرص السهله شفت ده ازاي شوفي طالما انت بتضيع يبقى انت بتحاول تجتهد وبتعمل اللي عليك وبتوصل وبتحاول تحقق دوت اعتقد ان حسين الشحات من اللعيبه برضو اللي ظهرت بشكل طيب في الفتره الاخيره، ربما جمهور النادي الاهلي دايما ما بيشبعش، ديت الجمله دايما اللي بيحبها حتى عايزين الأهلي. الاحسن يعني يخلص البطوله يقول لك طب البطوله الجايه امتى؟ طب خلص البطوله التاسعه في في دوري ابطال افريقيا انا عايز البطوله العاشره وهكذا. حتى هم راجعين امبارح النادي الاهلي راجع بالبرونزيه وانجاز كبير جدا واحتفالات كبيره جدا شفناها كمان حتى اليو ديانج وصوره مع كانتي احد افضل لاعبي نص الملعب في العالم وكانتي نفسه هو اللي يطلب اللقاء مع اليو ديانج إيه 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 حاجات جميله جدا الجمهور بيقول طب البطوله الجايه هنعمل ايه؟ طب احنا عايزين نوصل نهائي طب احنا ده دا دايما جمهور النادي الاهلي بيحب دايما ان هو يكمل ويبقى عنده شغف دايما ونهم للبطولات وما يقفش عند نقطه معينه اعتقد ان حسين الشحات ادى بشكل كويس ولكن جمهور النادي الاهلي عايز الاحسن والاحسن دايما